السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الطلاب مرة أخرى بالمحاضرة 14 من محاضرات مادة الحاسوب لطلبة المرحلة الأولى كلية الطب. محاضرتنا بعنوان برنامج الطباعة المايكروسوفت وورد 2016 بالجزء الثاني منه. الهدف من محاضرتنا هو إجراء التدقيق الإملائي والنحوي للمستند، إضافة كائن ذكي سمارت آت إلى صفحات المستند، إضافة مخطط جراف إلى صفحات المستند، إضافة علامة مائية ووتر مارك، إعدادات الصفحة، ضبط الهوامش واتجاه الورق وحجم الورق، بالإضافة إلى خيار أعمدة. ثم نأتي إلى رأس وتذييل الصفحة، إضافة أرقام للصفحات، وإضافة الوقت والتاريخ، وأخيراً إضافة وورد آرت ومنبع نص إلى صفحات المستند. نشرح الآن تدقيق الكلمات داخل المستند بمعنى تدقيق لغوي ونحوي وإملائي. لو افترضنا عندنا هذا جزء النص، موجودة عندي مجموعة من الكلمات. طبعا الكلمات اللي يصير بها خطأ باللغة راح يكون يعني بالجرامر يكون جواها خط باللون الأزرق، أما اللي يكون خطأ إملائي سنتكس إيرر راح يكون تحتها خط أحمر. يعني هسه هنا عندنا مجموعة من الكلمات تحتها خط أحمر، هذه تحتاج إلى تدقيق إملائي لعمل ذلك، أما من F7 أو من خلال صفحة مراجعة موجودة عندي تدقيق إملائي وتدقيق نحوي، أو طريقة أخرى أنه نفس الكلمة وتضغط عليها رايت كليك، من خلال الرايت كليك ينطيك عدة كلمات هي اقتراحات، فأنت إذا تريد تغيرها فتغيرها إلى الشيء اللي أنت تشوفه مناسب، إلى الكلمة المناسبة، أو تنطي تجاهل إذا أنت مقتنع أن الكلمة الكتابة صحيحة. فإذا لعمل التدقيق الإملائي والنحوي نضغط على تدقيق إملائي ونحوي من قائمة من تبويب مراجعة من مربع الحوار اللي هو تدقيق، أو من خلال F7 حتى نحصل على تدقيق إملائي. لو افترضنا احنا هذا النص موجود أمامنا متكون من عدة صفحات، وإحنا حاليا نريد نعمل تدقيق إملائي لجميع كلمات المستند وليس كلمة واحدة شاكين بكتابتها خاطئة، نختار تدقيق إملائي ونحوي. راح يظهر عندي هنا بهذا الجزء اللي هو تدقيق إملائي لأول كلمة خطأ إملائيا اللي هي نانا الجواب، نعطيني عدة أجوبة إذا احتاج أكتب أما تغيير أو تغيير الكل. إذا صادف هذه الكلمة موجودة بأكثر من مكان داخل المستند وأنت تحتاج تغييرها للكل فتنطي تغيير للكل، أما إذا كانت فقط في هذا الموضع نعطيها تغيير راح ينتقل للكلمة اللي بعدها، وأيضا ينطينا مجموعة كلمات اقتراحات راح نعطيه تغيير، وعندنا أيضا اللي بعدها هو ينتقل مباشرة بعد ما السهنانة ينطيني اقتراحات. هسه حاليا عندما انتهى التدقيق الإملائي بالأعلى، نلاحظ بالأعلى هاي الكلمات انتهى التدقيق الإملائي، هنا صار عندي تدقيق نحوي. فهنا هسه أول خطأ نحوي هو في هنا جديدة ينطينا هذه اقتراح لها، فإذا أنطي تغيير اكتملت عملية التدقيق الإملائي والنحوي. الآن تتم عملية لإتمام عملية إضافة سمارت آرت إلى صفحات المستند، راح يتم من خلال قائمة إدراج وإضافة سمارت آرت. عملية إضافة سمارت آرت إلى صفحات المستند، هذه العملية هذا الهيكل اللي نضيفه إلى صفحات المستند يمكن من عرض النصوص أو معلومات المستند بصورة بصرية أفضل من استخدام النصوص، مما يجعل المستند أكثر تنظيم وأكثر قابلية للفهم وأكثر جاذبية. من نفتح السمارت آرت هنا عندنا خيار الكل راح يضمننا كل العناصر المصغرة
السمارت ارت، واذا اردناها ضمن عنوان معين مثلا قائمه راح يعرض لنا كل السمارت ارت اللي تحت عنوان قائمه، اللي مثلا دائري، اللي معالجه، هيكلي، مصفوفه، هرميه وغيرها من العناوين. كل واحده من عندهم هذه راح تكون عندنا هياكل مصغره للسمارت ارت تحت هذا العنوان. لو افترضنا راح نختار من هيكلي هذا الخيار مثلا، هنا يعرض لنا النموذج اللي اشرناه وينطينا وصف للنموذج الهيكلي اللي احنا اخذناه. مجرد ما احنا نعطيه موافق راح يتم ادراج السمارت ارت. طبعا هنا مباشره نستطيع ان نكتب من خلال هنا الضغط على النص او من خلال السهم الموجود بهذا المكان. عملية إضافة السمارت آرت إلى صفحات المستند حالة حال الجدول، حالة حال الشكل التلقائي أو الصورة، راح تتكون وياه صفحة تحتوي على أدوات هي راح تتمم عملية التنسيق أو ضبط السمارت آرت. عندنا صفحة تنسيق وصفحة تصميم، تقدر تستفاد من الأيقونات ومن الأدوات اللي موجودة لتحسين من السمارت آرت. لو افترضنا مثلاً إحنا نريد سمارت ارت الى مجموعة الكليات الطبية اللي هي جامعة البصرة، اللي بعدها المستوى الاول اللي هو هذا الطب البشري. هنا عندنا مثلا طب البصرة، هنا عندنا طب الزهراء مثل الشكل اللي موجود أمامك. نبدي بملئها يا أما مباشرة من هذا المكان أو نجي على النص مباشرة ونكتب. هنا عندنا مثلا الطب البيطري، مثلا هنا عندنا طب الأسنان مثل الشكل الظاهر أمامك، وعندنا الصيدلة. نلاحظ هسه احنا هنا اعتمدنا على الانتر بفتح ال ف هنا هذا صار خطأ عندي بالمستويات. فإذا أنا أريد الصيدلة ترتفع إلى نفس مستوى الطب البيطري وطب الأسنان، أجي هنا على هذه طب الأسنان أشر عليها وهنا أنطيها من خلال صفحة تصميم هنا أنطيها ترقية راح يرتفع المستوى مالتها. نفس الشيء بالنسبة للصيدلة، أنطيها هنا ترقية راح يرتفع المستوى مالتها ويصير كلها نفس المستوى. إذا أرغب بمستويات أخرى أشر على المكان اللي أريده، ومن خلال إضافة شكل، هذا إضافة شكل هو راح يحدد لي أما شكل قبل أو بعد أو للأعلى أو للأسفل تكون بهالشكل هذا. هسه هنا مثل هاي لو افترض أكو عندنا هنا أقسام بكلية الصيدلة، هذا مثلا قسم العلوم الأساسية، وعندنا خلي نفرض عندنا الأدوية والسموم أو يجوز عندنا بعد. نفس الشيء بالنسبة لهذه العلوم الأساسية احتمال عندي مثل بها أقسام أخرى فتصير بمستوى آخر. هكذا يتم إضافة سمارت آرت بالنسبة إلى ضبط الشكل، يكون من خلال صفحة تنسيق وتصميم راح نستخدمها لضبط شكل السمارت آرت. نأتي الآن إلى إضافة مخطط إكسل إلى صفحة المستند في وورد. من قائمة إدراج نذهب إلى إدراج مخطط. مجرد ما تضغط على إدراج مخطط راح ينفتح عندك هذه نفس النافذة اللي تعرفت عليها سابقا في برنامج الإكسل، راح تحمل كل أنواع المخططات وبإمكانك أن تختار أي وحدة من هذه المخططات وتضيفها إلى صفحات المستند. لو افترضنا عندنا هذه المخطط الموجود من ناحية العنوان مالته عمود، راح اختار هذا النموذج وراح اختار هذا المخطط فراح انطيه موافق. راح يتم عملية ادراج المخطط ضمن صفحات المستند. عندنا هذا المخطط ايضا موجودة به البيانات، استطيع انا اغير بها
لو افترضنا هسه هنا عند بي هو اربع فئات، اذا هاي الفئه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، والسلاسل راح تكون بالاتجاه اي سلسله الاولى، الثانيه، الثالثه. لو افترضنا احنا مثلا عندنا هذه السلسله تمثل عدد الناجحين، وهذه مثلا تمثل لي الراسبين، خلي هاي السلسله دي ما احتاجها، اقدر انا احذف هذا العمود من خلال هذا الخيار حذف. وافترضنا هاي الفئة الأولى هي تمثل طلاب الصف الأول، وعندي هذا الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع. شوف احنا اي شيء جاي نغير بيه راح ينعكس هنا موجود على المخطط. هسه مجرد ما انطي انا انتر، شوف هسه هنا تغيرت هذه الراسبين وهذه الناجحين. لا حنطي اعداد لان هاي الاعداد اللي موجوده يعني بالبوينتات ما تمثل عدد اشخاص. مثلا لو افترضنا هنا بهالشكل هذا، انظر هنا مباشره يتغير، مباشره يتغير القيمه. هنا راح انطي مثلا بهالشكل هذا، هذه بالنسبة إلى السلسلة الأولى. السلسلة الثانية راح نطي مثلا الشكل هذا، عندي هنا مثلا وعندي. نشوف نلاحظ أي تغيير نجري راح يتم عملية إجراء التغيير على المخطط. أيضا أقدر أستخدم الفلتر وأقدر أستخدم التنسيق. وعندنا احنا هنا هذه البيانات راح انزلها للاسفل او الى الجانب براحتك. عندنا ويا المخطط هذا اللي ضفناه مجرد ما ناشر عليهم راح تتكون عندنا صفحتين. هذه الصفحتين اقدر من خلالها اغير من الضبط الخاص بالمخطط بنفس الطريقه اللي تعاملت بها ويا برنامج الاكسل. اقدر ابدل من الانماط المعروضه، اقدر ابدل عناصر الصف والعمود، اقدر تغيير الالوان اللي موجوده، اقدر تسريع تغيير الشكل، اضافه عنصر للمخطط او من تنسيق واغير. كلها هذه اقدر من خلال وانا موجوده بمستند الوورد اغير هذه الشغلات اللي موجوده بالاكسل. تريد ترجع الى سطور المستند للنص داخل المستند، اي نقر، اي نقطه خارج الشكل، دبل كليك خارج الشكل راح ينتقل التاثير الى المستند. واغلق هنا صفحه البيانات وبالتالي راح يتم اضافته. يمكن إضافة separate sheet جدول بيانات إكسل إلى صفحات مستند الوورد. يتم إضافة separate sheet إلى صفحات المستند من خلال قائمة إدراج. من قائمة إدراج نختار جدول، من جدول نضيف جدول بيانات إكسل. مباشرة راح يتم إضافة الجدول اللي هي separate sheet إلى صفحات المستند بنفس الموقع اللي موجود به مؤشر الماوس. طبعا هذه الصفحة موجودة كاملة، بإمكانك أن تضيف لها أي مجموعة من البيانات. راح أكبر الصفحة بهالشكل هذا، تقدر تضيف هنا أي مجموعة من البيانات، تقدر تمارس كل الأمور اللي سابقا كنت تجريها بالإكسل. مثلا راح أصمم سلسلة، هذه سلسلة، أضغط على الأول والثاني ومن خلال مقبض التعبئة راح أشكل سلسلة بهالشكل هذا. أقدر بنفس الطريقة مثلا أستدعي أي وحدة من الدوال الموجودة، أي وحدة من الدوال، أقدر أستخدم مثلا دالة أخرى مثل دالة السميشن، أجمع مثلا الـ A ويا الـ B مثلا سميشن، هذه سميشن، وأحدد لي البيانات بالشكل هذا وأمضي Enter راح يجمع لي. أقدر أطبق السلسلة لكل العملية، أقدر أطبقها بالشكل هذا. إذا صار عندي هنا كأنما separate sheet Excel ضمن هذه الملف والنافذة، وهذه كل أدوات الإكسل موجودة أقدر أستفاد من عندها. أقدر هنا جمع تلقائي، تعبئة، أقدر فرز، فلتر،
كل الأمور اللي أقدر أجريها داخل الأكسل أقدر أجريها وأنا ضمن برنامج الوورد على السبريشيت اللي ضفته إلى صفحة المستند. بهذه الطريقة يمكن إضافة separate sheet إلى صفحات المستند. من أريد أرجع إلى النص، إلى خطوط النص، مجرد ما أنطي نقرة واحدة خارج الشكل راح يثبت هذا separate sheet وأنتقل أنا أكتب بصورة اعتيادية داخل الشكل.